زمان هلا انت قلت قصيدة بالانتخابات. ايه والله انا قلت واحد انا رحت حائل واحد مرة واحد نفر سوى صور ايه وانا اتصلت من واحد انا اقول وش في هذا يقول هذا يبي يفوز بالانتخابات انا اقول يبي يفوز يبي يفوز انا اقول يا اخي هذا والله ما يكتب والله يقول انا اعرف النفر هذا يقول لا 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 يفوز بعدين انا يجي انا اقول شوف حتى الكرسية الذهبية شوف شكل تقول ما انا حليلية يدخل بالانتخابات البلدية ما يكتب والله يقرأ والله يدرس بلا تبقى روح يرجع يدرس لمدرسة كويسية ما تدرس والله يكتب والله يقرأ روح يشتري جيب يشحن خط بنفوذ يبيع 500 ما تستاهل وجهك الانتخابات البلدية.